أرجو منكم الانضمام إلى القناة بالضغط على زر الاشتراك الأحمر الموجود أسفل الفيديو، يعني سابوني، والضغط على الجرس لتصلكم الفيديوهات الجديدة فور نزولها، وكذلك الضغط على زر الإعجاب يعني جيم لدعم القناة. السلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله، ومرحبا بكم في قناتنا المتنوعة. اليوم رانا رايحين نديرو الفرض تاع الفصل الثالث في مادة التربية المدنية للسنة الثانية متوسط الجيل الثاني. هيا نبدأ. أولا، عرف كلا من المجلس الشعبي الولائي والمجلس الشعبي الوطني. المجلس الشعبي الولائي هو جهاز مداولة على مستوى الولايات، ويعتبر الأسلوب الأمثل لقيادة الجمعيات. المجلس الشعبي الوطني هو الهيئة التشريعية العليا في النظام الديمقراطي، يتكون من نواب يمثلون الشعب على مستوى الوطني، على المستوى الوطني، ويدعى بالفرقة الأولى للبرلمان. إن شاء الله الكتابة هيوضحها، كبرتها يعني. السؤال الثاني، قارن بين المجلس الشعبي الولائي والمجلس الشعبي الوطني من حيث عدد النواب، كيفية التشكيل، المداولات والمدة النيابية. أحسن طريقة للإجابة على هذا السؤال هو استعمال الجدول باش توضحوا للأستاذ، يعني يجي سهل باش يصح لكم. المجلس الشعبي الولائي والمجلس الشعبي الوطني، الولائي عدد النواب تاعو من 35 55، الوطني عدد النواب 462 نائب. الولائي المدة النيابية 5 سنوات، الوطني المدة النيابية 5 سنوات كذلك. الولائي طريقة تشكيله عن طريق الانتخاب، الوطني طريقة تشكيله عن طريق الاقتراع السري العام والمباشر. الولائي المداولات تاعو ينقسم إلى 3 لجان، 3 لجان، لجنة اقتصادية ومالية، لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية، ولجنة التهيئة العمرانية. أما بالنسبة للمداولات تاع المجلس الشعبي الوطني، ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني من بينهم رئيس ومكتب تنفيذي، ويشكلون لجان دائمة تختص في عدة مجالات سياسية ثقافية اقتصادية، ويعقد المجلس دورة يعقد المجلس دورتين، دورة خريفية ودورة ربيعية. نروح الآن إلى الوضعية الإدماجية الإشكالية. ورد في كتاب التربية المدنية أن الانتخابات هي مظهر من مظاهر الديمقراطية وأداة من أدوات تجسيد السيادة الشعبية. فما معنى ذلك؟ التعليبة، أكتب فقرة من 10 أسطر مجيبا فيها عن الأسئلة التالية. السؤال الأول، بيّن مفهوم الانتخابات. هنا عاونوكم باش ديروا الوضعية الإدماجية، طولكم أسئلة وتجاوبوا عليها في الفقرة تاعكم. هل صحيح أن مراحل العملية الانتخابية تجسد الديمقراطية والنزاهة في التسيير؟ أذكر هذه المراحل، أذكر أشكال الانتخابات والغرض من إجرائها وأهميتها. هيا نقرأ الوضعية الإدماجية. الانتخابات هي عملية إجرائية للتعبير عن الرأي واختيار الأشخاص القادرين على المسؤولية، وتكون بشكل سري أو برفع الأيدي. عرفنا الانتخابات، وهذه العملية تمر بعدة مراحل، منها الترشح حيث يتم تقديم الرغبة في الحصول على المسؤولية، وكذا الظهور في قائمة الترشح، وتليها الجملة الانتخابية، الحملة الانتخابية عفوا، الحملة الانتخابية، الحملة الانتخابية، حيث يعرف المترشح عن برامجه. ثم تأتي مرحلة الانتخاب، حيث يتوجه المواطن إلى صناديق الاقتراع، وتليها فرز النتائج حتى يحدد الفائز. وللانتخابات عدة أشكال، منها التصويت، الاقتراع، والاستفتاح. والانتخاب حق وواجب على كل فرد، وتتوفر فيه الشروط اللازمة لتحمل المسؤولية. ومن كامل واش قلنا نستنتجوا باللي الانتخابات تجسد فيهم الديمقراطية. اذا هذا هو الموضوع تاعنا، وتقدروا تكتبوها تاني زيدوها هنايا، تقولوا من هنا نستنتج ان الانتخابات تجسد فيهم الديمقراطية. وهذا هو السوجي تاعنا تاع التربية المدنية تاع السنة الثانية. ان شاء الله تفيدكم، وان شاء الله يطيحوا لكم اسئلة اللي يشابهوا مع هادوما. ومع السلامة وبالتوفيق ان شاء الله.